يوسف أيمن أول أهداف برفع على فلسطين، فلسطين حرة. يوسف أيمن يرتقي ويعود بالطوفان في توقيت. Ronaldo coming forward and here's Cristiano Ronaldo. سجل من خلال احداث هذا اللقاء واللقاءات القادمه بقميص الفريق. وحتى وصل ويوسف ايمن كره ترسل عاليه بالراس عن طريق يوسف ايمن بالراس يسجل هدف بالراس ولا اروع. Very different looking World Cup qualifying cycle. The ball ahead for Sadio Mane. Taken off. كان للريال رأي آخر من خلال أحداث هذه المحاولة. يعني ما تنقي لا. Taller Aymeric Laporte. Boudia forward. ما بين الفريقين شهدت فوز نادي الاتحاد الكرة بمحاولة جديدة لمصلحة نادي الريال لكن ابعدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. التقوا في 2018 فاز الاتحاد بهدف مقابل لا شيء. فريقين من أفضل الفرق كورة الله بدري البطولة باتت محسومة لمصلحة منتخب اليابان على مستوى الفوز. الريان هذه الكرة هذه المحاولة وهذه اللقطة. يوسف أيمن. يأتي الآن من بغداد على يوسف أيمن يحاول أخذها يا سلام. Still a pulse for Qatar. The ball across. أشواط نادي الريان جاءت بالمرة على ذلك إلى ركلة ركنية كرة بتتعلى وراسية وجول. Will there be one? Certainly looks so at the moment, but. عن محاولة الوصول والتعادل. نعم. That is the closest they have come. Might be another chance now. بطولة الدوري. قبل ذلك كان يوسف العربي هو في المدافعين. ترى مو Now he finds Paulo Ottavio. Or does Ali Almoez get there first? قبل الماضي وفي الموسم الماضي جاء لتشكيلتنا وايد في نص الملعب احنا ملاحظين back down that's the problem it's been timing the fire تلعب أمامية بالرأس وصلت أوه أول الأهداف نعم يسجل لدينا الاتحاد أول وقبل ذلك تباتا اشترك مع حمد الله غونزالو عدى غونزالو يحاول غونزالو No team had to give more in a match than they I'm in the end now the turn جابرييل بيريرا لا يتواجد اليوم في التشكيل عن طريق زكريا حولها يوسف أيمن القاتمين بحول الله دائما وابدا عبر قنوات جول ما شر وكل ما قلنا والله لعيب قال hammered the accelerator the hurdle سلايم Talisca forward, Ottavio with a flick. في منافسات الدور الثاني من دوري أبطال آسيا. وما بين قلتي.
tracked all the way by Paolo Ottavio. داني غوتشي مواطنة ميتوما لاعب برايتون كان الإبعاد هذه لدينا الكرة الآن تلعب فيرميسو دياز 3 goals in the second half but... is the clash of titans one of those titans طلعت الكرة بعد ذلك عن طريق من يحيى يعتقد اعلم تماما هذه لدينا الكرة الآن عرضية موجودة down that they so desperately were hoping to take on the pattern of play that suggests it might be coming آخر شارك مع منتخب بلاده منتخب اليابان عبد الله اليزيدي إلى إلى بغداد كل الأسماء الخاصة بنادي الريان على مستوى في الأول تأتي في الثاني سبع دقائق تحسين ريال روجر جيديس ينطلق في الجهات اليسرى روجر جيديس يوسف ايمن على يوسف ايمن بطاقه جيديس هذا جيديس هذا جيديس مر 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 وبعد ذلك تسرحات اللاعب روجر جيديس يوسف ايمن ينقل الكره لسلطان يوسف ايمن الى اسماعيل الى ايمن Back to his goalkeeper. Here's Yusuf. Turn back to Karaskia. It did slip through. Cristiano Ronaldo never seems to stop running, does he?